بالشكل ده كده. المنظر ده بصوا عامله ازاي ما شاء الله عليها. واروح رفعها تاني على النار علشان تسيح معايا، وابدا ان انا اروح عامله بيها الجلاش. هاخد منها معلقتين هنا كده، انزل فيها السوداني وانزل فيها الزبيب بالشكل ده. المنظر ده كده، بص شكلها عامل ازاي. يتشوحوا شويه كده على ما الزبده بتاعتنا تسيح ونبدا نعمل الجلاش. يلا بينا ننزل مقادير الجلاش بتاعتنا على الشاشه. ومقادير الجلاش بتاعتنا بتقول ان احنا معانا ايه، تنزل حالا على الشاشه. شباب انا لسه معاكم. تمام يلا بينا. مقاديرنا حالا معايا لفه جلاش، وتكون يعني البراند بتاعها او الماركه بتاعتها كويسه، او حتى لو هتجيبيها من عند الفطاطري بس تكون حاجه كويسه علشان تديكي النتيجه اللي حضرتك عايزاها. معانا ايه كمان؟ معايا كوبايه من زبده المصريين اللي هبدا ان انا اورق بيها، ومعايا سيرب متوسط بارد، ومعايا قشطه كدابه. القشطه الكدابه معانا بتكون عباره عن ايه؟ نص لتر حليب، معاهم 4 معالق كبار من النشا، ومعلقتين كبار قشطه بلدي. ولو مش موجود القشطه البلدي ممكن استغنى عنهم، ما فيهاش اي مشكله. للوش بتاعنا ان شاء الله باذن الله هنحط مكسرات، والمكسرات بتحطيها بعد ما تحطي العسل علشان تبدا تلزق في الوش. طيب عندنا الزبده بتاعتنا، زبده المصريين ساحت معايا اهي، وعندي لفه الجلاش. وهاجي دلوقتي بقى اعمل ايه؟ اعمل احلى صينيه جلاش ممكن تعملوها. طيب ايه التكات او التركات المهمه جدا علشان صينيه الجلاش بتاعتي تطلع مظبوط؟ طيب اهم حاجه الجلاش يكون طازه زي ما حضراتكم شايفين كده، وما تكونيش حاطاه في الثلاجه علشان ما يبقاش مكسر، او لو انت بتحطيه في الفريزر ما يبقاش بقاله فتره في الفريزر عشان ما يكسرش معاكي. طيب ايه التركايه الثانيه المهمه علشان الجلاش يطلع معايا مظبوط؟ بسم الله. ان حضرتك شغاله كل اللي هتعمليه هتبداي تعملي ايه بقى؟ تكوني لفاه بفوطه، تلفيه بفوطه. ليه؟ علشان يفضل معاكي طري. طيب التركايه الثالثه ان القشطه اللي هنستخدمها تتعمل وتكون بارده، يا ريت كمان تعمليها قبلها بيوم علشان تبقى ماسكه نفسها وتكون بارده معاكي وتطلع معاكي زي الفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولما بتتعمل بتتحط في بوله وحضرتك تبداي تعمليها، حضرتك تبدأي تحطي عليها كيس تلاجة، بسم الله، علشان ما تشققش مننا أو تنشف. ممكن طبعا تكبري الصينية علشان تبقى على قد لفة الجلاش بالظبط أو على قد الورقة بالظبط. بصوا أنا عاملة إيه، بعمل ورقتين وأعمل إيه، أروح واخدة الزبدة كده، ما بدهنش بره وارجع اشيل الورقه. لو دهنت بره ورجعت شلت الورقه عشان ارصها في الصينيه هتلاقي الورقه بتقطع معاكي علشان الزبد. فلا، نحط على الصينيه الاول وارجع بعد كده ادهن ورقتين ورقتين كده لحد ما بتخلص نص الكميه بتاعت الجلاش، وارجع بعد كده اروح حاطه القشطه الكدابه بتاعتنا. القشطه الكدابه ديت عباره عن ايه؟ زي ما قلت لكم عباره عن حليب ونشا دوبناهم على البارد، ورجعت بعد كده رفعتهم على النار مع التقليب المستمر ومن غير سكر ومن غير اي حاجه خالص. زبده المصريين ريحتها هايله زي ما حضراتكم شايفين كده. ارجع واقول رجعت تاني بشكل مختلف زي ما حضراتكم شايفين، رجعت ان هي تكون في كيس مغلف. الاوبشن اللي عاملينه جديد ومفيش اي زبده في مصر عملته، ان هم بيدولك الحاجه او بعد ما تطلبيها اونلاين بتوصلك لحد باب البيت وبتشوفيها. لو الزبده ما عجبتكيش بترجعيها تاني، وده متهيألي الاوبشن ده مش موجود عند اي حد، وحال ان هو يجيبها لك لحد باب البيت ويرجعها تاني لو ما عجبتكيش. لكن عشان هم ضامنين المنتج بتاعهم وواثقين فيه كويس قوي، فالموضوع بالنسبه لهم عادي، عارفين ان الاوردر هيطلع مش هيرجع تاني. طبعا بقى يا حلاوتها ويا جمالها في الكحك والبسكوت. داخل علينا ان شاء الله عيد، يبقى عيد كله ايه، جبر خاطر يا رب من ربنا، ونعمل بيها الكحك والبسكوت تطلع معانا زي الفل. هعمل ورقتين كمان وهحط الحشوه واكمل الباقي.
القشطه ما بتتحطش على الحروف، لا بنحطها في نص صينيه الجلاش، ما بتتحطش على الحرف. وبعد كده بنسقي الوش سمنه وبرجع احطها في الفرن، تطلع معانا زي الفل. الطبقه اللي هتتعمل قشطه ما بحطش عليها سمنه، يعني دي كده اهي هروح عامله كده. بصوا بالشكل ده كده واعمل كده. ما طلعش على الطرف. بصوا القوام بتاع القشطه عامل ازاي. بص انا ما بروحش للحرف خالص. ليه ما بروحش للحرف؟ عشان انا عايزه طبقه الجلاش اللي هتنزل من فوق تلزق في الحروف اللي في الجنب دي، والقشطه ما تطلعش بره الصينيه بتاعتنا. لا عقابا ليكوا. لا ده حقيقي. بصوا كده المنظر ده كده بالشكل ده، وارجع اروح ساقيه زبده تاني. اقطعي عليا. يلا بينا. بصوا كده ادينا دهنا لحد بقى ما فاضل اهو كمان هيبقى 3 رقات. وبعد كده اروح مقطعه بسكينه حاميه قوي 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 قبل ما ادخل الفرن. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200. ليه 200 مش 180؟ علشان انا يا دوب الجلاش عندي القشره مستويه، انا يا دوب عايزه الجلاش بس يورق معايا، فنشغل عليه 200 بس فوق بتاع ده تحت بس، ما تشغليش فوق عشان لو شغلتي فوق هيروح مديكي اللون اللي انت عايزاه وتلاقي الجلاش من جوه ني. فخلينا شغالين تحت بس عشان يدينا النتيجة الحلوة. تعالوا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل اكون خلصت صينية الجلاش بتاعتنا. السكينة تبقى حامية قوي. ماشيه بالراحه كده وصوت السكينه يتسمع من تحت. يعني ايه يتسمع من تحت؟ يعني يتسمع من ارضيه الصينيه كده عشان تبقي ضامنه ان هو حتى على الاقل ادى تجزيعه للي في الارضيه. الشكل ده كده يدخل الفرن على درجه حراره 200 تحت بس لمده حوالي 10 دقائق، مش هيكمل يعني، لو زاد قوي هيبقى 12 دقيقة لو الفرن حامي. تعالوا بقى نحطه. بصوا الجلاش بالكريمة بتاعنا، شايف الحلو يا احمد؟ ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله.